أساطير المنتخب المصري: حسين حجازي لاعب مهاجم، صالح سليم لاعب وسط، محمود الخطيب لاعب مهاجم، محمود الجوهري لاعب مهاجم، حسام حسن لاعب مهاجم، حمادة إمام لاعب مهاجم، حسن شحاتة لاعب مهاجم، طاهر أبو زيد لاعب وسط، حازم إمام لاعب وسط مهاجم، محمد أبو تريكة لاعب وسط، عصام الحضري حارس مرمى، عماد متعب لاعب مهاجم، محمد صلاح لاعب جناح. هل تعرفون بعض أساطير المنتخب المصري الذين لم أقم بذكرهم؟ أخبروني في التعليقات.